إنفاق يصل إلى 150 مليون دولار تخصصه الولايات المتحدة سنوياً حماية لمسؤولين أمريكيين من انتقام إيراني محتمل على مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الأسبق قاسم سليماني. أبرز المحميين هم الرئيس الأسبق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو والجنرال كينيث ماكنزي. لو كنت الرئيس لأبلغت الدولة المهددة في هذه الحالة إيران أنه إذا فعلت أي شيء لإيذاء هذا الشخص فسندمر أكبر مدنك. ورغم الإنفاق الأمريكي الكبير على تدابير الحماية للمسؤولين إلا أن آخرين اشتكوا لموقع بوليتيكو أنهم لم يتلقوا أي دعم أو حماية من جهاز الخدمة العسكرية، مضطرين لإنفاق مئات الآلاف من الدولارات سنوياً على تأمين أنفسهم وأسرهم. أي محاولة لاغتيال الرئيس الأسبق دونالد ترامب ستعتبر بمثابة عمل حربي. يذكر أنه في عام 2022 نشر المرشد الإيراني علي خامنئي مقطع فيديو يحاكي اغتيال ترامب في ملعب الجولف الخاص به. وفي يونيو الماضي التقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي برجل باكستاني كان يتطلع إلى توظيف قتلة محترفين لاغتيال سياسي أمريكي وفقاً لوثائق كشف عنها قبل شهرين. كما وجهت وزارة العدل اتهاماً إلى أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.